بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، أهلا ومرحبا بكم. أولا القراءة من موضوع قصة أثر. تقع الكنيسة المعلقة في حي مصر القديمة، وهي على مقربة من جامع عمرو بن العاص، وتذهب بعض الروايات إلى أن الكنيسة بنيت على أنقاض مكان احتمت فيه العائلة المقدسة في أثناء السنوات التي قضوها في مصر. مرادف تقع، تسقط، تتمايل، تتواجد. الإجابة بالطبع تتواجد. مفرد الروايات: الرواية، الراوية، الراوي. الإجابة الرواية. مضاد بنيت، أقيمت، رفعت، هدمت. الإجابة هدمت. على ما يدل وجود جامع عمرو بن العاص بالقرب من الكنيسة المعلقة؟ يدل ذلك على تسامح الإسلام وعظمة مبادئه، وأن المصريين كلهم نسيج واحد، ودليل أيضا على الوحدة بين المسلمين والمسيحيين. لماذا سميت الكنيسة المعلقة بهذا الاسم؟ لأنها بنيت على برجين من الأبراج القديمة للحصن الروماني، حصن بابليون. ففي العصر المملوكي، هذا هو السؤال الثاني، ففي العصر المملوكي اهتم السلطان قنصوان الغوري بالقلعة اهتماما شديدا، وزاد من قوة حاميتها وشحنها بالسلاح والعتاد. مرادف شحنها، ملأها. جمع العتاد الأعتدة. مضاد اهتم أهمل. ما مظاهر اهتمام السلطان قنصوان الغوري بالقلعة كما فهمت من الفقرة السابقة؟ اهتم السلطان قنصوان الغوري بالقلعة اهتماما شديدا، وزاد من قوة حاميتها وشحنها بالسلاح والعتاد. علل: اهتمام سلاطين وحكام مصر على مر العصور بالقلعة. يدل ذلك على أهمية القلعة، فهي من أهم القلاع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، فاتخذوا موقعها مركزا للدفاع عن مصر وحمايتها من العدوان الخارجي. من درس طريق النور: وقد ظل برايل 5 سنوات يدرس ويبحث ويجرب، وكانت محاولاته تكلل بالنجاح تارة وتواجه بالفشل تارة أخرى، لكنه لم يتراجع، بل واصل حتى توصل إلى وضع رموز سهلة. في ضوء فهمك لمعاني الكلمات التالية في سياقها، تخير الصواب. مرادف تكلل، تتوج، والمقصود منها تزين. مضاد النجاح الفشل. مذكر كلمة أخرى أخريات. ما الفكرة التي استعان بها برايل، وفيما كانت تستخدم هذه الطريقة؟ استعان برايل بفكرة أحد الضباط، وهي إحداث ثقوب في قطعة من الورق المقوى، بحيث يعرف من يلمس كل ثقب أهو شرطة أم نقطة، وكانت تمكن الضباط والجنود من قراءة الرسائل في الظلام. كيف أثبت برايل أنه لا يعرف اليأس؟ ظل برايل 5 سنوات كاملة يدرس ويجرب بين الفشل والنجاح، حتى توصل إلى وضع رموز سهلة للحروف الأبجدية والعلامات الموسيقية والأعداد الحسابية. من درس زراعة الفضاء:
وبعد أسبوع خرج ذلك الكيميائي من تلك الغرفة المفرغة من الهواء وهو في صحة جيدة، وقد شجع النجاح الهائل الذي حققته هذه التجربة في أن يفكر العلماء بطريقة أكثر اتساعا. تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلي: المراد بالمفرغة الخالية، مضاد جيدة رديئة، جمع الهواء الأهوية. بما تفسر خروج الكيميائي بصحة جيدة؟ لأنه كان يعتمد في تنفسه على غاز الأكسجين الذي أفرزته المزرعة النباتية الصغيرة. ما آثر نجاح هذه التجربة على العلماء؟ فكر العلماء في إحلال نباتات مزروعة بدلا من خزانات الأكسجين التي يحملها رواد الفضاء. ضع علامة صح أو خطأ أمام كل عبارة فيما يلي: تحول الخيال إلى حقيقة على أيدي العلماء. العبارة صحيحة. يفكر العلماء في الاستعاضة عن خزانات البنزين بالنباتات المزروعة. الإجابة بالطبع خطأ. نأتي إلى قصة طموح جارية. تخير الإجابة الصحيحة: بجيشي نقط يمكن صد خطر الفرنج، بالطبع مصر والشام. أصبحت شجر الدر من الحرائر بعدما أنجبت ابنها خليل. قوم شجر الدر هم الخوارزمية. سجن نجم الدين في قلعة الكرك. اتفقت سوداء وإسماعيل على محاصرة نجم الدين. ورأى كل عظيم امرأة عظيمة. وضح ما تهدف إليه المقولة في ضوء الفصل. نجح نجم الدين بمساعدة زوجته شجرة الدر في مواجهة الصعوبات، فاستطاعت شجرة الدر أن توثق العلاقة بين قومها وبين زوجها نجم الدين. نجحت شجرة الدر في استمالة قومها، وضح ذلك. استثارتهم بأن قالت لهم: أنتم أهلي وعشيرتي ولم يبق لي غيركم، فإلى من ألجأ إذا تخليتم عني؟ إلى التتار أعدائنا أم إلى الفرنج؟ أسرعوا إلى ابنتكم. طلب نجم الدين من أبي بكر العودة إلى مصر مع القافلة، فلماذا؟ ليرسل نجم الدين تعليماته إلى أتباعه من الأمراء الثائرين على الملك العادل وفساده، والداعين إلى الإصلاح والوحدة، كما يحمل سلاما حارا إلى فخر الدين ابن شيخ الشيوخ المعتقل بقلعة الجبل، ويبشره بقرب الخلاص من الظلم. علل: من يملك مصر يستطيع أن يفعل الكثير، لأن مصر قوة هائلة بشعبها وجيشها، ويخشى العدو بأسها. اختلفت وجهة نظر كل من نجم الدين وشجرة الدر تجاه من ينوي داود فعله. بين ذلك، كانت وجهة نظر نجم الدين أن داود أطال حبسهما لأنه يريد قتلهما، بينما كانت وجهة نظر شجرة الدر أنه أطال حبسهما حتى يقبل نجم الدين جميع شروطه ومطالبه، فلو كان يريد قتلهما لما أبقاهما هذه المدة كلها. حدد نجم الدين الوسيلة لعودة الهدوء إلى البلاد، وضح ذلك. يعود الهدوء إلى البلاد بمالي: إلقاء الفرنج في البحر بتحرير الوطن منهم، أو نثر بقاياهم على الرمال، قطع الأيدي الملوثة،
إبعاد الطامعين في السلطة والمال، تكوين حاشية من أصحاب القلوب الصافية الموثوق بها. ثانياً النصوص الأدبية. من نص عباد الرحمن قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أكمل. مرادف هونا سكينة ووقار، والمراد تواضعا، ومضادها كبرا. مضاد الجاهلون الحكماء والعاقلون. مفرد عباد عبد وعابد. ما صفات عباد الرحمن كما وردت في الآيات؟ توضح الآيتان بعض صفات عباد الرحمن، فهم يمشون بسكينة ووقار وتواضع، يصبرون على الأذى، فإذا خاطبهم الجاهلون بما يكرهونه يردون عليهم بقول يسلمون فيه من الأذى، يداومون على قيام الليل خاشعين متذللين لله في السجود والقيام. ماذا أفاد إضافة عباد إلى الرحمن؟ وما قيمة الجمع بين سجدا وقياما؟ الإضافة للتكريم والتعظيم، سجدا وقياما بينهما تضاد يوضح المعنى ويقويه. اكتب مما تحفظ ما يؤكد اعتدال عباد الرحمن في الإنفاق وعدم التبذير. وهذا سؤال الحفظ. الآية: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. من نص فضل العلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. أكمل. مرادف يبتغي يطلب أو يريد. مضاد الجنة النار. جمع طريقا طرق. في الحديث الشريف بيان جزاء طالب العلم وتكريم، وضح ذلك. الإجابة: الجزاء يجعل الله الجنة جزاء سعيه إلى طلب العلم. التكريم تكرمه الملائكة وترعاه وتستغفر له كل الكائنات. ما الجمال في قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. هنا تصوير للعلم النافع بالطريق إلى الجنة، وهو نتيجة لما قبله، وتنكير طريقا يفيد العموم والشمول، وتنكير علما للتعظيم. من نص كن جميلا: فتمتع بالصبح ما دمت فيه، لا تخف أن يزول حتى يزول. أي هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. أكمل. مرادف تمتع استمتع وانتفع، ومضادها ازهد. مضاد يزول يبقى أو يدوم. جمع الصبح الأصباح. بما ينصح الشاعر المتشائم؟ ولماذا كرر النداء في البيت الأخير؟ نصحه بأن يتفاءل ويستمتع بكل ما هو جميل من حوله ولا يخف من زواله.
والتكرار أفاد التنبيه ويبين مدى حرص الشاعر على توجيه النصح للمتشائم. ما نوع الأسلوب في لا تخف أن يزول حتى يزول وما غرضه؟ هو أسلوب نهي للنصح والإرشاد وتعبير يدعو للاستمتاع بكل لحظة حتى نهايتها، واستخدام كلمة حتى تفيد الغاية. ثالثا النحو. يا معلمي مصر ويا شبابها، إن بلادنا تحتاج إلى جهد يحقق لها الرخاء، فحبذا النشاط وبئس عملا هذا الكسل الذي يصل بصاحبه إلى عواقب وخيمة. أعرب ما تحته خط. يا معلمي مصر ويا شبابها، إن بلادنا تحتاج إلى جهد يحقق لها الرخاء، فحبذا النشاط وبئس عملا هذا الكسل الذي يصل بصاحبه إلى عواقب وخيمة. كلمة بلادنا هو اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وإذا أردنا أن نضيف النا نقول هو ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. بئس عملا، عملا هنا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة، نجد الاسم المنصوب بعد بئس يعرب دائما تمييزا، والفاعل بعد بئس ضمير مستتر تقديره هو. يصل هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وخيمة نعت لكلمة عواقب، وهو مجرور وعلامة جره الكسرة، والنعت هنا مفرد وهو يتبع المنعوت قبله، والمنعوت يعرب حسب موقعه في الجملة. استخرج منادى معرب بعلامة أصلية، طبعا هنا كلمة شبابها، والعلامة الأصلية أذكركم بها نقول في الرفع بالضمة، وفي النصب بالفتحة، وفي الجر بالكسرة. أما هناك علامات أخرى تسمى علامات فرعية، وتكون في جمع المذكر السالم والمثنى والأسماء الخمسة وجمع المؤنث السالم. بدلا وبين نوعا، وأذكركم بالبدل ثلاثة أنواع: بدل مطابق، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال. نجد هنا كلمة الكسل وهو بدل مطابق. لماذا جاء بدلا مطابقا؟ لأن الكسل اسم معرف وقبله اسم إشارة، هذا الكسل، وهو صورة من صور البدل المطابق. مخصوصا بالمدح وأعرب فاعله، طبعا نجد هنا كلمة النشاط وفاعله هذا ذا، وهو اسم إشارة مبني في محل رفع فاعل، أو هذا وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. ممنوعا من الصرف واذكر السبب. كلمة مصر
وسبب المنع أنها علم ثلاثي ساكن الوسط، أو كلمة عواقب لأنها صيغة منتهى الجموع، أعرب ما تحته خط، نعم الوطن مصر، الوطن هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لفعل المدح نعمة. أما إذا قلنا نعم وطنا مصر، يختلف هنا أن كلمة وطنا منصوبة فتكون تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وفاعل نعمة ضمير مستتر تقديره هو. كلمة مبادئ اجعلها مجرورة بالفتحة مرة وبالكسرة مرة أخرى في جملتين مختلفتين. الجر بالفتحة نقول نفتخر بمبادئ دينية سامية، وهنا كلمة مبادئ اسم مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، وسبب المنع أنها على صيغة منتهى الجموع، وتوفر فيها شرط الجر بالفتحة وهي أنها جاءت نكرة. أما إذا عرفت فتكون مجرورة بالكسرة، مثل نفتخر بالمبادئ الدينية السامية، فهنا جاءت معرفة، أو نفتخر بمبادئ الدين، جاءت أيضا معرفة بالإضافة فتكون مجرورة وعلامة جرها الكسرة. كيف تكشف في المعجم عن التفاؤل صفة؟ نكشف في التفاؤل في مادة فأل، باب الفاء فصل الهمزة واللام، وعن كلمة صفة في مادة وصفة، باب الواو فصل الصاد والفاء. السؤال الأخير في النحو يأتي في الكشف في المعجم، وهو سؤال عام ومهم، فإذا أردت أن تكشف في كلمة عن في المعجم لابد أن تردها إلى أصلها وتجردها من حروف الزيادة، وإذا كان بها حرفا مضاعفا لابد أن تفكه، كما أن الكلمة إذا اشتملت على ألف في وسطها لابد أن تعرف أصلها الواو أو الياء. فمثلا إذا كان اكشف في المعجم عن كلمة استقر، فستجعل الكلمة قر ثم تفك التضعيف فيكون مادة قرر. أما إذا كان مثل كلمة استقال فنردها إلى أصلها قال، ونجد أن أصل الألف ياء يقيل، فنكون نستخدم مادة قيل، وهكذا. إذا أردنا أن نتحدث عن موضوع التعبير فسيكون هناك تعبير وظيفي وهو اللافتة أو الإعلان أو البرقية، أما التعبير الإبداعي فهو الموضوع الأصلي، ولا بد أن تجعل له عناصر، والعناصر يعني تتكلم فيها عن الأهمية، الأنواع، الفوائد، دور الدين في هذا الموضوع، جهود الدولة، واجبك، كلها عناصر عامة تفيدك في كتابة أي موضوع. ثم أهتم بجودة الخط وتنسيق العبارة واستخدام علامات الترقيم المختلفة التي تجعل الكلام منظما وواضحا ومقروءا. لا أغفل أيضا البعد عن الأخطاء الإملائية والأخطاء النحوية التي تكون يعني شيئا سيئا في الموضوع. الموضوع يشتمل على مقدمة وموضوع وخاتمة. الموضوع أقصد به تحليل العناصر التي كتبتها وحددتها في البداية.
إذا أردت أن تجعل موضوعك شيقا وجذابا فاستخدم ما تحفظ من النصوص القرآنية والأحاديث والأبيات الشعرية التي مرت عليك ودرستها. إذا جاء موضوع عن القراءة مثلا فيمكن أن تستعين بنص الكتاب الذي قاله أحمد شوقي، وهو ذكر فوائد القراءة واستبداله الكتب بالأصحاب. أيضا هناك نصوص قرآنية مشهورة يمكن أن تكون عامة، مثل قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أو قوله تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلها نصوص تجعل الموضوع شيقا مع استخدام، أكرر، علامات الترقيم في مواضعها، مثل الفصلة والنقطة والفصلة المنقوطة وعلامة التنصيص أو النقطتان أو القوسان أو الكلام المحذوف اللي هو النقط، ثم تراجع ما كتبت. وأتمنى لكم دوام التوفيق وأن يكون حليفكم النجاح والتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.